الخامسة من التلفزيون المصري. السيدة وسادة في كل مكان، مرحبا بكم ومرحبا بك زميلتي سارة. مرحبا بك عمرو، أهلا بحضرتكم مشاهدينا الكرام. والبداية بأهم العناوين. محكمة العدل الدولية تتخذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل باستثناء وقف عملياتها العسكرية في غزة. فلسطين وجنوب إفريقيا ترحبان، ونتنياهو يؤكد مواصلة عدوانه رغم القرار. الفصائل الفلسطينية تتصدى لمحاولات توغل الاحتلال في محاور غزة وتكبده خسائر، وقوات الاحتلال تعترف بإصابة 38 ضابطا وجنديا اليوم. الأخبار بالتفصيل من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة. وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة، وكذلك بضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في القطاع. وطلبت إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة. أيام عدة من المداولات القانونية والمرافعات كانت كافية أمام قضاة محكمة العدل الدولية لتوجيه الأمر لإسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة. أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا صوتت لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة. المحكمة أمرت إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة. كما قالت إنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر. المحكمة رأت أنه فيما يتعلق بالوضع الحالي فإسرائيل يجب عليها بما يتفق بالتزامها وفقا لاتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة أن تتخذ كل الإجراءات في سلطتها لمنع ارتكاب كل أعمال الإبادة الجماعية وكل الأعمال المذكورة في المادة رقم 2 من الاتفاقية، خاصة قتل مجموعات وأفراد من مجموعات أو التسبب في ضرر هائل لأفراد تلك المجموعة أو بشكل متعمد منع ظروف معيشة هؤلاء الأشخاص والتدمير المادي للبنية التحتية أو فرض إجراءات تمنع المواليد في هذه المجموعات. محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الأعلى بالأمم المتحدة، قالت إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب إفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل منطقية. وأضافت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وذكرت أن الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لا يتناول الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، لكنه ركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب إفريقيا. وكانت جنوب إفريقيا قد طالبت بإصدار 9 إجراءات طارئة تعمل كنظام حماية إلى حين مواصلة المحكمة نظر القضية بالكامل، وهو ما قد يستغرق سنوات. يشار أيضا إلى أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتطبيقها. ورغم ذلك يكتسب القرار الأولي الذي اتخذته المحكمة ثقلا رمزيا هائلا، كما يضع ضغوطا على الدول الداعمة لإسرائيل قد تجبرها على سحب هذا الدعم المطلق أو تخفيفه على أقل تقدير. من جانبها أشادت جنوب إفريقيا بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية والقاضي، واعتبرت جنوب إفريقيا الحكم انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي ومنعطفا مهما في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. من جانبها أكدت وزيرة العلاقات الدولية بجنوب إفريقيا أنه بدون وقف إطلاق النار في غزة فإن أوامر محكمة العدل الدولية لن تنجح.
في هذه الأثناء أكدت حركة حماس أن قرار محكمة العدل الدولية هو تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفتح جرائمها في غزة، داعية لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة. وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن فلسطين ترحب بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، مضيفا أن فلسطين تدعو جميع الدول ومن بينها إسرائيل إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة. ومن جانبه طالب مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان السفير إبراهيم خريشة، طالب أعضاء الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل ومحاكمة مرتكبي الجرائم في القطاع. وقال خريشة في تصريح له إن جنوب إفريقيا ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي في حال عدم التزام إسرائيل بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية. وأضاف أن جنوب إفريقيا اعتمدت على المؤسسات الأممية في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. في المقابل أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل هو وصمة عار لن تمحى جيلا بعد جيل على حد وصفه. وزعم نتنياهو أنه سيواصل عملياته العسكرية رغم قرار محكمة العدل الدولية حتى استعادة جميع محتجزيه من قطاع غزة. كما زعم نتنياهو أنه سيلتزم بالقانون الدولي على حد تعبيره. تواصل قوات الاحتلال شن غارات مكثفة على أنحاء في قطاع غزة لليوم 112 على التوالي، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، حيث شنت قوات الاحتلال غارات على مدينتي رفح وخان يونس وقصف منازل في نصيرات بوسط القطاع. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت 19 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 183 شهيدا و377 مصابا. كما أكدت الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان في القطاع إلى أكثر من 26 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، ونحو 64500 مصاب، فضلا عن نحو 8000 مفقود تحت أنقاض المنازل المهدمة. اليوم 12 بعد 100، ولا يزال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمرا. الليل كالنهار يستويان في القطاع المدمر، أصوات الطائرات الإسرائيلية في كل مكان، قصف يدمر البيوت فوق رؤوس ساكنيها فيصبح في دقائق معدودة شهداء، أو بالكاد يخرج منهم الجرحى يبحثون عن علاج في مستشفيات باتت تعج بالنازحين ولا تملك أدنى أدوات العلاج. تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو 85% من السكان اضطروا إلى مغادرة منازلهم، ويلجأ كثيرون إلى رفح أو إلى مناطق أخرى في جنوب هذه المنطقة الصغيرة، فضلا عن موجة البرد والأمطار التي ضاعفت صعوبة الحياة اليومية للعائلات النازحة. دعوات دولية لوقف إطلاق النار في غزة، ولكن إسرائيل صماء الأذن لا تبالي بمن تقتلهم من النساء والأطفال كل يوم. بدورها أكدت الأونروا مجددا أن جيلا كاملا من أطفال غزة يعاني من صدمة نفسية، وأن الأمراض مستمرة في الانتشار، وأن المجاعة تلوح في الأفق. هذا وشهدت محاور التوغل في قطاع غزة اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال، وأعلنت الفصائل الفلسطينية مقتل 53 جنديا إسرائيليا من نقطة الصفر، وتدمير 68 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا الأسبوع الماضي. كما تمكن عناصر المقاومة من دك حشود عسكرية إسرائيلية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كل محاور القتال، ووجهوا رشقات صاروخية داخل إسرائيل. وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 26,000 شهيد وأكثر من 64,000 جريح، مشيرة إلى أن أكثر من 70% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.
هذا وتواصل الفصائل الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور قطاع غزة، خاصة محور خان يونس، حيث أعلنت حركة حماس تمكنها من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في منزل غرب مدينة خان يونس. في المقابل أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم إصابة 38 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الجنود والضباط المصابين منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 2748، بينهم العشرات في حالة حرجة. مرحبا مجددا. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة، واصلت وزارة الداخلية مشاركتها المواطنين الاحتفال بالمناسبة وتوزيع الورود والهدايا عليهم بالشوارع والميادين، بالإضافة إلى مطويات تتضمن التوعية بمخاطر المخدرات والوقاية منها. على أنغام فرق موسيقات الشرطة احتفل رجال الشرطة مع المواطنين وزوار المتحف المصري بالتحرير من السائحين من مختلف الدول بعيد الشرطة 72، حيث تفاعل الحضور مع المعزوفات الوطنية وما تتمتع به مصر من أمن واستقرار. مصر تملي بتفتح بابها للقريب واللي بعيد، والكل اللي بجد حبيبها دايما مصر تمد الإيد. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى بلد في الدنيا كله عارفها أكيد. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين. كل سنة وانتم طيبين، وشرطتنا بألف خير، ودايما كده محققين الأمن والأمان، ومصر بخير إن شاء الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كل سنة وانت طيبين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مظاهر الاحتفال بعيد الشرطة امتدت إلى كل المحافظات تقليدا للتضحيات التي سطرها رجال الشرطة على مر العصور. ارتاح أول ما تشوفه وشه سمح طيب وبشوش، وتحسه قريب منك صعب تشوفه وما تحبوش. احنا بنهني نفسنا ونهني الشرطة، ده حصن امان للبلد كلها، ودي حاجة جميلة احنا بنتمناها، واجمل حاجة في البلد هي الامان بالنسبة لنا. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب سنة سعيدة ومتجمعين في الخير يا رب ان شاء الله. الاحتفالات بعيد الشرطة تواصلت في الشوارع والميادين عبر توزيع الورود والهدايا على المواطنين في احتفالات اتسمت بطابع شعبي يعبر عن مدى عمق ومتانة العلاقة بين الشرطة والشعب، والتي تجسدها ملحمة 25 من يناير عام 1952، وسط إشادة بجهود رجال الشرطة. تحيا مصر، تحيا مصر. ربنا يقدركم ويقويكم ويسترها عليكم وعلى كل اللي انتوا بتعملوه معانا. كفايه ان احنا عايشين في امن في حماكم، يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى. شعب مقدر قيمه بلده وشايل لها 100,000 جنيه، على حبها من يوم ما اتولدوا جيل بيسلم رايه الجيل. حسيت نفسي الشرطه احسن ناس، وهم اللي حامينا، وربنا يبارك فيهم يا رب، ودايما من نصر لنصر. رجاله ولاد رجاله، ايد تحمي وايد شغاله. نتمنى لمصر كل الخير ان شاء الله، وربنا يوفقها بقيادتنا السياسيه، واحنا وراك يا ريس ان شاء الله. مصر وراسه لفوق مرفوع وسط النار بيفوق. الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سكته فين، واللي باذن الله بيت شايلنا على اكتافكم وحاميننا من كل حاجه والله. طول عمر الشعب ده ايد واحده، دول في البط واليوم الدين. ولم تخلو احتفالات عيد الشرطة من جانب توعوي،
حيث قام رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعدد من طلبة الجامعات بتوزيع كتيبات على المواطنين بالأندية الرياضية تحتوي التعريف بمخاطر المواد المخدرة وكيفية الوقاية منها والجهود المبذولة للتصدي لها وحماية المجتمع من أضرارها ومخاطرها. كل سنة وانتم طيبين وعيد عليكم الأيام بخير ودايما معانا ودايما حامين. تحيا مصر ويعيش عبد الفتاح السيسي اللي بنحبه كلنا. كل سنة وهم كلهم طيبين ومصر طيبة. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. هكذا هي احتفالات متنوعة لحدث وطني يفخر به جميع المصريين، عيد الشرطة، عيد لكل المصريين. في إطار تنفيذ مبادرة ازرع بمحافظة الإسماعيلية عقد لقاء مع صغار الفلاحين في قرية البيضية التابعة لمركز القنطرة شرق. تناول اللقاء الحديث عن المرحلة الثانية من المبادرة التي تنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بهدف دعم صغار المزارعين وزيادة الرقعة الزراعية من محصول القمح. نتابع. بعدما توجهوا إلى حقولهم بصحبة الفأس والجرار لصناعة الحياة، يجتمع فلاحون في أحد الحقول بقرية البياضية بالقنطرة شرق محافظة الإسماعيلية، يستمعون إلى محاضرة في الإرشاد الزراعي حول المراحل الأولية لنمو القمح وتوصيات خاصة بريه وتسميده ووقايته من الأمراض والحشائش الضارة. حضر فلاحون استفادوا من مبادرة إزرع، بالإضافة إلى آخرين يرغبون في الاشتراك فيها والاستفادة منها. الاستفادة جميلة جدا، لأن اللي حاصل في الدولة وكل الدولة وأجهزة الدولة من رئيس الجمهورية حتى الفلاح بنتكلم على الغلاء وعلى الرغيف العيش، ومين هيوفر رغيف العيش الا الفلاح المصري الشاطر المجتهد. وجود المبادرة ونزولها لغاية الغيط نفسه، وانه الفلاح يشوف المسؤول ويشوف الدكتور بتاع البحوث وهو بيشرح له ايه المشاكل اللي ممكن تقابله من خلال زراعة القمح من البذرة حتى الحصاد والحلول المناسبة ليها، فده شيء هايل جدا. تجمع هذا العدد من الذين يزرعون في مساحة تقل عن فدانين في إطار المبادرة التي تنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالإضافة إلى تقديم مثل هذا الدعم الفني والتوعية للمزارعين، توزع المبادرة تقاوي القمح بنصف الثمن كما تنفذ مدارس حقلية. نبدأ معاه من بداية تجهيز التربة حتى الحصاد، معاه ما بنسيبوش اي حاجه، اي معاملات في دماغ المزارع خاطئه بنصلحها له وبنعرفه ايه الصح من الغلط، وبيشوف في الاخر الانتاجيه بتاعتها، بيشوف مدى التوصيات اللي احنا اديناها له دي عملت معاه ايه. الاهتمام المزارع الاسماعيلاوي انه يكون موجود ومبادره ازرع موجوده معاه في المحافظه والحصول على الدعم بتاعها، وصلوا صوتهم لمعالي السيد محافظ الإسماعيلية اللي عمل محاولات لعمل مبادرة إزرع بإسماعيلية، وكان في استجابة فورية من الهيئة القبطية الإنجيلية والتحالف الوطني بالعمل في محافظة الإسماعيلية. بهذه الجهود وغيرها تسهم المبادرة في تحسين دخل صغار المزارعين وفي زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي. مثل هذا التعاون بين إحدى مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لتنمية صغار المزارعين هو تعاون مهم، إذ يستهدف توسيع الرقعة الزراعية بالتركيز على المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، وبالتالي الحد من فاتورة الاستيراد. من الإسماعيلية، محمد جمال، التلفزيون المصري. أقامت جامعة المنصورة احتفالا قدمت خلاله جوائز التميز الحكومي عن أفضل أداء بالجهاز الإداري للجامعة في الدورة الثانية له، وذلك ضمن جوائز مصر للتميز الحكومي. نتابع. احتفال نظمته جامعة المنصورة لتكريم الفائزين بجوائز التميز في دورتها الثانية المنبثقة من جائزة مصر للتميز الحكومي التي تستهدف جهازا إداريا كفءا يطبق مفاهيم الحوكمة.
حصل المركز الأول عندنا على مستوى الكليات كلية العلوم، والمركز الثاني كلية الحقوق، والمركز الثالث كلية الصيدلة. أيضا في فرق فازت أيضا، وعلى مستوى المستشفيات عندنا مستشفى البطن التخصصي، وعندنا مستشفى الأطفال، وعندنا مركز العيون. الحقيقة طبعا دي من الحاجات الجديدة اللي تعتبر مشاركة فعالة. بنسعى أن احنا نغير واقع الجامعة من البنية التحتية من البشر. دايما بنحاول نستثمر في الناس وفي النظم علشان الجامعة في الآخر تبقى جامعة متميزة، زي ما بنقول كده جامعة المنصورة هي جامعة إقليمية بمواصفات عالمية. وبحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن جائزة التميز الحكومي تعد إحدى المبادرات الرئيسية لتوطين وترسيخ مبادئ التميز الحكومي داخل مؤسسات الدولة لتحسين مستوى الأداء بالجهاز الإداري. الجوائز الداخلية جوه الجامعات كان الهدف منها هو توطين وترسيخ ثقافة التميز جوه كل جامعة، بحيث ان احنا نقدر نزور 5 كليات أو 6 كليات جوه كل جامعة، وده كان ليه اثر كبير ان الجامعات تبتدي نرسخ ونوطن موضوع التميز وثقافة التميز جوه داخل الجامعات المصرية. معايير علمية واخرى ادارية احترافية تم من خلالها اختيار افضل الفرق المتنافسة التي فازت بجائزة التميز داخل الجامعة. احنا النهاردة واخدين المركز الثالث في جائزة التميز الحكومي عن فريق دعم الطفل، وده فريق مكون عشان يتابع إجراءات سلامة وأمان الطفل من أول ما يخش لحد ما يخرج، سواء على المستوى الإجرائي أو العلاجي، ومتابعة المريض ومتابعة رضا المريض إن شاء الله. الحمد لله الجائزة الأولى. احنا بنفخر ان احنا الحقيقة مركز طبي حكومي بيقضي على قوام انتظار كمركز أول على مستوى مصر. خدمة الحمد لله إلكترونية سهلة ومبسطة للمريض وميسرة، والحمد لله يعني شرف كبير لينا ان احنا بننتمي لجامعة المنصورة ومركز طب جراحة العيون تحديدا. يعني جامعة المنصورة كانت ولا تزال مدينة الطب السياحي، وأضافت إليها السعي للتميز الحكومي من خلال جهاز إداري يساهم في تحقيق التنمية المستدامة فضلا عن تلبية احتياجات المواطن المصري. وتسعى جامعة المنصورة دائما لتلحق بركب الجامعات العلمية المتميزة وتسهم في تعزيز مكانة مصر عالميا. لنا ختام نشرة الخامسة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. العدل الدولية تتخذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل باستثناء وقف عملياتها العسكرية في غزة. فلسطين وجنوب إفريقيا ترحبان، ونتنياهو يؤكد مواصلة عدوانه رغم القرار. الفصائل الفلسطينية تتصدى لمحاولات توغل الاحتلال في محاور غزة وتكبده خسائر، وقوات الاحتلال تعترف بإصابة 38 ضابطا وجنديا اليوم. مسبير.إيجي عنواننا الإلكتروني. شكرا لطيب المتابعة. في أمان الله. شكرا.